عليكم. انا واحد السيده من مراكش وعايشه واحد المشكل، عايشه مع الوالده بزاف اللي هي مهمتي، عايشه داك المشكل بزاف. المشكل ديالي هو تتقول لي خرجي عليا من الدار، خرجي من الدار بجد، زعما ما تتسرحش ما تتسرحش ديك، خرجي بزاف من الدار. والمشكل عندي هو لا اله الا الله محمد رسول الله. السبب بغيت تقول شنو هو السبب؟ السبب هو ملي كانت فيا الفلوس، كانت فيا الفلوس كنت زينه ليها، ومني ما تلاتش فيا الفلوس تتقول لي هزي حوايجك وخرجي. سد عليا كلشي، واش من الطواليط عباد الله راه لي ما يسدوها، سد عليا الطواليط، سد عليا، انتم تتشوفوا كلشي بعينيكم. سد عليا الطبقه الاولى بالحديد، دارت لها الحديد، سد الطبقه الثانيه دايره لها الحديد، من الشراجم ديالهم دارت لهم الحديد، الكوزينه قاعده بلا ثلاجه، قاعده بلا فراش، بلا قاعده بلا ماين. انا تقرت مع امي بزاف اللي تترمي لي حوايجي وتقول لي هزي عليا حوايجك وخرجي وعطيني باتساع، راني تقرت بزاف بزاف بزاف. وهي السبب ليا في الزنقه، التربيه ديالتها السبب ليا في الزنقه من صغري، وانا حطاني في تحت الضغط ديالها. يلا صالح صات الكوميساريه ما تتحن فياش، ما تتحن فياش، وحطتني عند اختها حتى كبرت، وتفاتني تمارة وفاتني الحليب وفاتني ليكوش، وبانت لها الانوثة ديالتي وبان لها البلوغ ديالي. عاد جراتني جراتني اشنا هي التربية ديالتها، هي يخرجي ديري اللي عجبك ضحكي ولعبي وديري اللي عجبك وحتفظي على عرضك. واش اللي بي يحبسك بي يقول لك لا خرجي ولعبي، بي يحبسك على كل شيء، يعني خرجي لعبي. ما انا ما قالت لي انا خرجي تلعبي وخرجي تضحكي وداك الشيء، جاتني بحال خرجتني من واحد الحبس، لان كنت محطوطه تحت الضغط وتحت العصا وتحت الضرب. فين كنتي؟ فين مشيتي؟ تعطلتي؟ درتي؟ فعلتي؟ نخرجي نلعب؟ لا فين كنتي؟ يعني حتى الطفوله ديالتي ما دوزتها، حتى الطفوله ما لعبتها بحالي بحال الناس، حتى الطفوله ديك المستوصى الاخرى ما خرجات وقالت لي هاكي بنيتي هاكي يلا ديريها. حتى شي عيد الميلاد ما عمرني حسيت بها دارت ليا كي دارت لاختي، حتى شي عيد تصويره تصورتها معايا زوينه كي تصورتها مع اختي وخرجتها، ما عمرها فرحت بيا كي فرحت باختي كي تفرح بها. ولا اله الا الله محمد رسول الله. انا ما تليتش باقي بيت الفساد، انا دروكا من شهر 10 وانا تنبيع الكارو، من شهر 10 وانا تنخرج للشارع. اي كي بغيت ندير نخدم تيقول لي الناس خرجي خدمي، عندي البنات تيقراو ليا خصني نديهم من 8 الصباح، من 7 وانا فايقه 8 الصباح تنديهم من المدرسه، تنجي يلا تنقاد لهم غدا ونجمع لهم المسائل، تنعاود ثاني نديهم مع تنجيبهم ثاني مع الوحده، تنديهم ثاني مع الثلاثه، تنجيب تاني تنجيبهم تاني مع الخمسة، يلا تندي الخرى للقصبة بعيدة عليا القصبة، تمشي تديها حتى للقصبة تنديها للسويعة، نرجع تاني الخرى تنعاود نجيبها من المدرسة نعاود نديها للسويعة. يعني كي بغيت ندير نخدم، أنا ما كانش ندير نخدم نهائيا، ما كنديش كندير نخدم نهائيا. السبب ديالو هو أنا مني خرجتني الزنقة قاعدة ليا خرجي ضحكي ولعبي، وتحلات ليا داك المجال، هو يبان ليا داك المجال أنا، لأن كنت تحت واحد الضغط، عرفتي شنو هي تحت واحد الضغط؟ كنت تحت يعني هي العصا ما حناش فيا، ما حناش فيا من الصغر ديالي ما حناش فيا نهائيا. وانا ملي قالت لي خرجي ولعبي صافي تيبان ليا حتى أنا براوس، وتيبان ليا حتى أنا وليت بنت، تيبان ليا حتى أنا كبرت وداك الشيء. صافي طلعت خرجت للزنقه، تنجيب الفلوس تنجيب الفلوس تنجيب الفلوس، ملي مشاو الفلوس مع الصغور ديالي مشى كلشي مع الصغور ديالي، مشى داكشي صافي ما تليتش. السبب ديالنا هو الفلوس، ملي كانت فيا الفلوس راه كنت زوينه، ومني ما تليتش فيا باقي الفلوس قعدت دروكا قعدت طلر درا تنكل ولادي دروكا الحلال، ما تليتش باقي تنخرج للزنقه. انا دروكا هي بحالنا في الفساد نيد، راه بحال انا في الفساد نيد، غادي حتى فين نخدم؟ ما كاين حتى فين نخدم. حتى ملي كنت في الفساد كنت نخرج فخر الليل، دروكا ملي تنجيب طرف الخبز ديال الحلال تنجيبو غير من الكارو، تنجيبو غير من الكلينيكس، تنبيع الكلينيكس، الا بعتيه باكيه ولا جوج يلا تشط لك في 40 ريال في اللعده، يلا يلا يصبح عندك واحد لتر د الحليب، الا بعتيه دادت الباكس يلا يصبح عندك لتر د الحليب. وما عندي فراش وما عندي حتى شي حاجه، هاد المراه عزلت عليها كلشي، زداتو عليا وي كلشي زداتو عليها، راه حتى ناسه هي في الارض، انا ناسه هي في الارض، انا ما تزيد لي حتى البنت. عندي البنيه عندها دروكا غاديه في 15 عام، حتى هي دروكا البنت الا جات هي تقول لي، الا جات البنت هي تقول لي راه ماما راه بغيت نمشي لشي بلاصه وبغيت نحبسها على ديك البلاصه، هي انا تقول لي حتى هي في هي اللي فيقاتني، هي اللي فيقاتني في نفس التربيه اللي ربطني انا تتربي عليا حتى هي، تتقول لي حتى هي لا بنيتي علاش دابا تحبسك ما عندهاش علاش تحبسك، خرجي لعبي وضحكي وحتفظي على جرافك. لا انا بنتي بغيت نربيها بغيت نهزها، انا بسنيه بغيت نهزها كي هز مشى ولادها بغيت نهزها بسنيه، ما بغيتهاش انا لا تخرج لا تضحك ولا تلعب في القانون وفي الحدود، اللعب مع صحاباتها هي باش تخرج للزنقه وتضحك وتلعب وتجيب لي كرش، ولا تخرج حتى هي للزنقه وتخرج حتى هي تبدا تجيب لي الفلوس، انا ما بغيتهاش. انا جا عندي الفساد بغيت نحدو عندي، انا صافي الفساد بغيت نحدو عندي.
ماشي بين تقل، كانت هي في الزو وكانت هي في الفساد، وكانت انا راه يعني عند ضغطه وشدت داك الفساد رباط عندي، وبيتني جدت انا وربي عند بنتي. لا انا الفساد جا عندي انا وبيتني عند عندي انا صافي، ما بيتش الفساد. انا خارجه دروك كل عشيه بدا دخل الرباط الصباح 3 الصباح حتى نمشي للمدينه، من 9 كي تنجيبهم من 7 وتنحط لهم وتنحط لهم عشاهم، وانا تنخرج من 9 ونص ل 10 ما تنجي حتى ل 3 حتى ل 2 حتى ل 3 ونص حتى نتم جايه تنبيع الكار في جامع الفنا، وما نخلي فين ندور في الشارع في المدينه كلها هي تدورها كلها هي تنبيع الكارو ونبيع الكلينيكس، لان ما لقيتش خدمه. والخدمه واخا تاني كاع نلقاها واخا كاع نلقاها، راه المشكله عندي البنت تقرا ما يمكنليش انا نخدم، خصني انا بنت نخدم نقعد البنت من المدرسه، انا ما قراتنيش وما يمكنليش ما نقريش ولادي، هي اللي جبرتني، امي هي اللي جبرتني. امي اش بغيت نقول لها؟ امي ما عندهاش القلب ديالي، ما تتحن فياش ما تتحن فياش، ولكن اللي تنقول لامي هي وكون ولدتني انا من كرشها، وكون ولدتني انا من كرشها وكون راه حنات فيا، وكون ما تخليش النمله تحط عليا، ما تخليش النمس تحط عليا. تنجيبو نعطيها تنجيبو نعطيها تنجيبو نعطيها حتى ما بقاش عندي صافي. دروكا قالت لي خرجي فحالك عطيتني بالتيسا، وما عندي سكنه فين نخرج، راه ما عندي شي سكنه، ما عندي فين نمشي بوليداتي، ما عندي فين نديهم. راه الا خرجت عندي ثلاثه، عندي ثلاثة، عندي جوج بنيات وعندي وليد، ما عنديش فين نمشي بهم، ما عنديش فين نخرجهم. ها هي الورقة اللي عطاتني المؤسسة الخيرية، ها هي اللي عطاتني، قالت لي سيري كتبيها، هذه هي الالتزام اللي بان لي مشيت كتبت ودخلته. ولدي كله هو باقي العصا، ولدي كانت تتشدو باقي صغير مسكين، تتشدك الكوشة ديال طختو، تتشدك الكوشة ديال طختو وتقعد تحك عليه فمو، ختو ملي فات الكوشة عاوتاني تتشد فمو وتتحلولي تتحلي فمو وتتقعد تنخم ليه فيه، تتقعد تنخم تتقعد تنخم ليه فمو حشومة كاع حاش اللي شافوها ولا سمعوها. ها هما الالتزام ديال المؤسسة، الالتزام ديال الخيرية هي اللي فرقتني مع ولدي، هي السبب اللي فرقتني مع ولدي. أنا ولدي دروكا محطوطين تما كاين اللي تما اللي ما عندهم مام ما عندهم باهم، أنا دروكا ولدي ها هو بمو، واخا ما عندو با ها هو بمو، ها هو بمو. اش بغيت ندير ليها؟ اش بغيت ندير ليها؟ فرقتني مع ولدي حتى انا ولدي، ها هو حتى انا ولدي بغيت نخرجو من تماك، بغيت نحضنو، بغيت نحضنو، بغيت نعيش حدايا، وبغيت نلبسو، وانا اللي بغيت نلبسو، وانا بغيت ناكلو، وانا اللي بغيت نشربو، وانا اللي بغيت ندير المدرسة بيدي. ولدي فرقتني معاه، فرقتني معاه، ولدي هي اللي فرقتني معاه، هي السبب لهاد الولد اللي دخل الخيرية كانت دايرة تحت الضغط لا هو ولا انا. وبغيت يدوز ولادي على بلا تذكر من هادشي اللي دزت عليه اللي دزت فيا انا، جا انا عندي الفساد وبغيت نحدو عندي، بغيت نحدو عندي وبغيت الناس يتعاونوا معايا، بغيت الناس يتعاونوا معايا باش ما سخاهم الله. يا بيت هي عطاني بيت وكوزينه، انا بغيت هي بيت، بغيت ندير فيه كوزينه، بغيت ندير فيه طواليت، ندير فيه كل شيء، هي نخرج لها من الدار، هي نخرج لها من الدار، ما بغيتهاش تزيد ليا بنتي انا الفساد، ما بغيتها تخرج عليا الفساد ولا تحلها عليها شي حاجه، حيت هي اللي جات تهضر مع بنتي ما تنقدرش انا نهضر معاها، ما تنقدرش نهضر معاها، تنحضر راسي. انا اللي تنطلب، اللي تنطلب بيت الناس يتعاونوا معايا غير باش ما سخاهم الله، باش ما سخاهم الله. راني قاعده بلا فراش ناعسه هي في الارض، هي في البيت طيب صفر، دايره غير الكرتون، غير الكرتون اللي دايره علاش ناعسه، والملايات اللي علاش ناعسه هي في الارض. تنطلب الناس، ما عندي ثلاجه، ما عندي ماء، تنطلب الناس الا لقاو ليا غير بيت، غير بيت كاع، غير بيت، ما بيت فراش ما بيت والو، غير بيت، بغيتي تعاونوا معايا الناس المعيشه، راه ما لقيت باقي ما ناكلو ولا نشربو نهائي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.